هل يوجد إيجابيات لصعود اليمين في أوروبا؟ صعود لا توجد إيجابيات، كون أن برامج ومنهج اليمين يعني هي مجرد انتقاد بدون وجود سياسات واضحة، فلذلك لا أجد أنه هنالك يعني أفكار إيجابية، خاصة إذا تحدثنا بأنه اليمين المتطرف واليمين الشعبوي يقوم أيضا على أيديولوجية متطرفة، واليمين المتطرف هذه الأيديولوجية تقوم على أساس رفض أيضا الجانب الآخر يعني هذا. لكن يمكن النقطة الوحيدة اللي هو يثيرها إنه هو يكون مصدر انتقاد للسياسات التقليدية الموجودة في أوروبا، لكن اليمين هو يرفض الطرف الآخر ويرفض التكتل الأوروبي ويرفض الناتو ويرفض موضوع الهجرة ويتمترس نحو الدولة القومية ويقوم على أساس العرق. فإذا أيديولوجيا أيضا إلى مخاطرة، الخطاب أيضا إلى مخاطرة. فأنا بالنسبة لي يعني ما أجد في اليمين المتطرف إيجابية، غير أنه ينتقد الحكومات بشكل مستمر